بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أعزائي الطلبة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في المحاضرة الثامنة من سلسلة المحاضرات الحية لمقرر استخدامات الحاسب في المحاسبة والمراجعة. تناولنا في المحاضرة الماضية الموضوعات المتعلقة باستهلاك الأصول الثابتة والدوال الخاصة باستهلاك الأصول الثابتة وطرق الاستهلاك الأصول الثابتة، وانتهينا أيضا في المحاضرة الماضية باستخدامات برنامج مايكروسوفت إكسل في المحاسبة الإدارية ومحاسبة التكاليف، وتحدثنا عن بعض استخدامات هذا البرنامج في المحاسبة الإدارية ومحاسبة التكاليف. وننتقل بكم الآن إلى الأسئلة المتعلقة باستخدامات برنامج مايكروسوفت إكسل في محاسبة التكاليف ومحاسبة الإدارية. السؤال الأول: هي أحد فروع المحاسبة الذي يهتم بتزويد الإدارة المعلومات اللازمة لاتخاذ القرارات، هل هي المحاسبة الإدارية، محاسبة التكاليف، جيم المحاسبة الحكومية، دال المحاسبة الضريبية؟ نعم، أحسنتم، إجابة صحيحة، المحاسبة الإدارية هي أحد فروع المحاسبة والذي يهتم بقياس التكاليف وتصنيفها وتحليلها. هل هي ألف المحاسبة الإدارية، باء محاسبة التكاليف، جيم المحاسبة الحكومية، دال المحاسبة الضريبية؟ نعم، أحسنت، إجابة صحيحة. أي من المعادلات التالية تمثل موازنة النقدية؟ ألف: النقدية أول المدة زائدا إجمالي المقبوضات زائدا إجمالي المدفوعات، ب: النقدية أول المدة ناقصا إجمالي المقبوضات ناقصا إجمالي المدفوعات، ج: النقدية أول المدة زائدا إجمالي المقبوضات ناقصا إجمالي المدفوعات، دال النقدية أول المدة ناقصا إجمالي المقبوضات زائدا إجمالي المدفوعات. نعم، صحيح، الإجابة صحيح، أحسنتم. الموازنة التي يتم إعدادها لبيان عدد الوحدات المطلوب إنتاجها هي: ألف موازنة النقدية، باء موازنة المبيعات، جيم موازنة المقبوضات، دال موازنة الإنتاج. نعم، صحيح، إجابة صحيحة، موازنة الإنتاج هي الموازنة التي يتم إعدادها لبيان عدد الوحدات المطلوب إنتاجها. المعادلة التي يتم استخدامها في موازنة الإنتاج هي: ألف عدد الوحدات المقدر بيعها زائد عدد وحدات بضاعة آخر مدة ناقصا عدد وحدات بضاعة أول المدة، ب: عدد وحدات المقدر بيعها ناقصا عدد وحدات بضاعة آخر المدة ناقصا عدد وحدات بضاعة أول المدة، ج: عدد الوحدات المقدر بيعها زائد عدد وحدات بضاعة آخر المدة زائدا عدد وحدات بضاعة أول المدة، د: عدد الوحدات المقدر بيعها ناقص عدد وحدات بضاعة آخر المدة زائدا عدد وحدات بضاعة أول المدة.
نعم نعم صحيح نعم صحيح. إذا كما ذكرت في المحاضرة الماضية، يعني كل موازنة نحفظ، وعليكم السلام ورحمة الله يا ريت، كل موازنة نحفظ المعادلة التي يتم من خلالها حساب كل موازنة. نعم أحسنت يا فاطمة، هذه الوحدات المقدر إنتاجها أو موازنة الإنتاج، هذه الوحدات المقدر بيعها زائد أو آخر ناقص أول، زائد آخر ناقص أول المقدر. تمام. أو يمكن أنا أعطيكم المعادلة، عدد الوحدات المقدر بيعها زائد عدد وحدات بضاعة آخر المدة المقدرة ناقص عدد وحدات بضاعة أول المدة تمثل معادلة ألف موازنة نقدية، ب موازنة المبيعات، ج موازنة المقبوضات، د موازنة الإنتاج. نعم موازنة الإنتاج. إذا يأتي السؤال، إما أعطيكم الموازنة والمطلوب معادلتها أو تعطى المعادلة وهي لأي موازنة يتم احتسابها. طبعا نحفظ المعادلة والموازنة، كل موازنة معادلتها. طيب المعادلة عدد الوحدات المقدر إنتاجها ضرب تكلفة الوحدة الواحدة تمثل موازنة المبيعات بالمبالغ، موازنة الإنتاج بالمبالغ، الموازنة النقدية بالمبالغ، موازنة المبيعات بالمبالغ. نعم موازنة الإنتاج في المبالغ. يتم استخراج قيمة الوحدات المقدر إنتاجها من خلال المعادلة، عدد الوحدات المقدر إنتاجها زائد تكلفة الوحدة، ب عدد الوحدات المقدر إنتاجها ضرب تكلفة الوحدة، ج عدد الوحدات المقدر إنتاجها ناقص تكلفة الوحدة، د عدد الوحدات المقدر إنتاجها تقسيم تكلفة الوحدة. نعم مضروبة، أحسنت يا أخي، ضرب تكلفة الوحدة. المعادلة التالية: إجمالي التكاليف الثابتة تقسيم الربح الحدي للوحدة تمثل معادلة موازنة الإنتاج ب موازنة النقدية، ج موازنة المبيعات، د نقطة التعادل بالكميات. نعم أحسنتم، نقطة التعادل بالكميات يتم استخراجها من خلال المعادلة: ألف إجمالي التكاليف الثابتة تقسيم الربح الحدي للوحدة، ب إجمالي التكاليف على الربح الحدي للوحدة، ج إجمالي التكاليف الثابتة ضرب الربح الحدي للوحدة، د إجمالي التكاليف ضرب الربح الحدي للوحدة. نعم أحسنت.
يتم استخراج الربح الحدي للوحدة من خلال ألف سعر بيع الوحدة زائد التكلفة المتغيرة للوحدة ب سعر بيع الوحدة ضرب التكلفة المتغيرة للوحدة ج سعر بيع الوحدة ناقصا التكلفة المتغيرة للوحدة د سعر بيع الوحدة تقسيم التكلفة المتغيرة للوحدة. نعم أحسنت يا أخي، بما صحيح. سعر بيع الوحدة ناقصا التكلفة المتغيرة للوحدة هي معادلة لألف نقطة التعادل بالكميات ب نقطة التعادل بالمبالغ ج الربح المستهدف د الربح الحدي للوحدة. نقطة التعادل بالمبالغ يتم حسابها من خلال ألف نقطة التعادل بالكمية ضرب أو ضرب سعر الوحدة سعر بيع الوحدة ب نقطة التعادل بالكمية زائد سعر بيع الوحدة ج نقطة التعادل بالكمية ناقص سعر بيع الوحدة د نقطة التعادل بالكمية تقسيم سعر بيع الوحدة. نعم صحيح. يتم استخراج كمية المبيعات اللازمة لتحقيق ربح مستهدف من خلال المعادلة ألف التكاليف الثابتة زائدا الربح المستهدف تقسيم الربح الحدي للوحدة ب التكاليف الثابتة ضرب الربح المستهدف تقسيم الربح الحدي للوحدة ج التكاليف الثابتة زائد الربح المستهدف ضرب الربح الحدي للوحدة د التكاليف الثابتة ناقص من الربح المستهدف تقسيم الربح الحدي للوحدة. طيب طيب السؤال يتم مو اللي قبله نقطة التعادل بالقيمة معادلة نقطة التعادل بالقيمة هي ألف نقطة التعادل بالكمية زائد سعر بيع الوحدة ب نقطة التعادل بالكمية ضرب سعر بيع الوحدة ج نقطة التعادل بالكمية ناقص سعر بيع الوحدة د نقطة التعادل بالكمية تقسيم سعر بيع الوحدة. هذا هو السؤال اللي تبونه. نعيد السؤال الآخر. يتم استخراج كمية المبيعات اللازمة لتحقيق ربح معين أو ربح مستهدف من خلال المعادلة ألف التكاليف الثابتة زائد الربح المستهدف تقسيم الربح الحدي للوحدة ب التكاليف الثابتة ضرب الربح المستهدف على الربح الحدي للوحدة ج التكاليف الثابتة زائد الربح المستهدف ضرب الربح الحدي للوحدة د التكاليف الثابتة ناقص الربح المستهدف
تقسيم الربح الحدي للوحدة. أها تكتبون معاي، أبطئ يعني أبطئ بالقراءة. في مرحلة شوية. المعادلة التالية: التكاليف الثابتة زائد الربح المستهدف تقسيم الربح الحدي للوحدة. أنا أكتب لكم إياها. تمثل ألف كمية المبيعات اللازمة لتحقيق ربح مستهدف، ب قيمة المبيعات اللازمة لتحقيق ربح مستهدف، ج نقطة التعادل بالكميات، د نقطة التعادل بالمبالغ. نعم. كمية المبيعات اللازمة لتحقيق ربح مستهدف. لو أردنا احتساب قيمة المبيعات، قيمة المبيعات اللازمة لتحقيق ربح مستهدف، يتم ذلك من خلال المعادلة: ألف كمية المبيعات اللازمة لتحقيق ربح مستهدف ناقص سعر بيع الوحدة، كمية المبيعات اللازمة لتحقيق ربح معين زائد سعر بيع الوحدة، ج كمية المبيعات اللازمة لتحقيق ربح معين تقسيم سعر بيع الوحدة، د كمية المبيعات اللازمة لتحقيق ربح معين ضرب سعر بيع الوحدة. نعم أحسن، إجابة صحيحة. المعادلة التالية: أقولكم إياها. الجد التربيعي لاثنين ضرب الحاجة السنوية من المخزون ضرب تكلفة الطلب تقسيم متوسط تكلفة المخزون. تمثل معادلة بحساب: ألف كمية المبيعات اللازمة لتحقيق ربح مستهدف، ب قيمة المبيعات اللازمة لتحقيق ربح مستهدف، ج نقطة التعادل بالكميات، د الكمية المثلى للطلب. نعم أحسنت. يتم استخراج الكمية المثلى للطلب من خلال المعادلة: ألف الجذر التربيعي لاثنين ضرب الحاجة السنوية من المخزون ناقصا تكلفة الطلب تقسيم متوسط تكلفة المخزون، ب الجذر التربيعي لاثنين ضرب الحاجة السنوية من المخزون زائد تكلفة الطلب تقسيم متوسط تكلفة المخزون، ج الجذر التربيعي لاثنين ضرب الحاجة السنوية من المخزون
ضرب تكلفة الطلب تقسيم متوسط تكلفة المخزون، دال الجذر التربيعي لاثنين تقسيم الحاجة السنوية من المخزون ضرب تكلفة الطلب تقسيم متوسط تكلفة المخزون. نعم. أحسن، إجابة صحيح، إجابة صحيح. الدالة التي يتم استخدامها في معادلة الكمية المثلى للطلب هي ألف SQRT، باء الأفريج، جيم الصم، دال الآي أس. الجذر التربيعي عندنا كمية مثلى للطلب وعندنا الجذر التربيعي، إذن الدالة اللي نستخدمها لا SQRT، نعم SQRT وهي Square Rate الجذر التربيعي. نعم، يعني كيف نحسب الجذر التربيعي في إكسل؟ من خلال دالة SQRT طبعا عشان نحسب الجذر، لأن معادلة الكمية المثلى فيها الجذر التربيعي، فكيف نحسب الجذر التربيعي؟ نستخدم دالة SQRT، فالدالة المستخدمة في معادلة الكمية المثلى للطلب هي دالة SQRT، أما باقي نحسبها بضرب وطرح وقسمة وجمع. أيضا الدالة التي تستخدم للتنبؤ بقيمة مستقبلية باستخدام قيمة معلومة ذات علاقة خطية هي ألف SQRT، باء أفريج، جيم فوركاست، دال ترند. أعيد السؤال، الدالة التي تستخدم للتنبؤ بقيمة مستقبلية باستخدام قيمة معلومة ذات علاقات خطية هي دالة SQRT، دالة الأفريج، دالة الفوركاست، دالة ترند. لا ديم دالة الأفريج، أفريج المتوسط الحسابي، تحسب الأفريج المتوسط الحسابي. أنا ما شرحت الدالتين هذول لأن في هناك بعض الاستخدامات في المحاسبة الإدارية نستخدم التنبؤ بالمبيعات، التنبؤ بالأرباح، التنبؤ بالمشتريات، يعني أرقام تنبؤية مستقبلية. درستم في بعض مثلا إدارة الإنتاج المواد درستم السلاسل الزمنية، يتم التنبؤ من خلال السلاسل الزمنية. الآن في برنامج إكسل سهل علي موضوع التنبؤات والتقديرات من خلال أوجد لي مجموعة من الدوال نستطيع من خلالها التنبؤ بقيم معينة، فعندما أريد أن أتنبأ بقيمة معينة
بقيمة معينة، قيمة واحدة. إذا أردت أن أتنبأ بقيمة واحدة أستخدم دالة الفوركاست، وهذه الدالة أكتب لكم إياها، دالة الفوركاست، وهي يعني تنبؤ أو تخديرات، وهي تستخدم يعني في كثيرا هذا المصطلح بالتنبؤات الجوية. نعم، هذه بقيمة واحدة، قيمة واحدة. إذا أردت أن أتنبأ بمجموعة قيم، بمجموعة قيم، فهنا أستخدم دالة تريند. نعم، أستخدم دالة تريند للتنبؤ بمجموعة قيم. على سبيل المثال، إذا أردت أن أتنبأ مثلا عندي مجموعة من قد أعطيكم أمثلة عليها عملية، وأخذ أمثلة على أيضا على بعض استخدامات برنامج إكسل في المحاسبة الإدارية ومحاسبة التكاليف. نأخذ بعض الأمثلة وحتى ترسخ أيضا الفكرة في كيفية احتساب عملكم شير بهذا المثال. ما الذي طلع عندكم الاكسل؟ نعم، هذا مثال على الموازنة النقدية. الموازنة النقدية لاحظون في هذا المثال يعني عندي، أنا أصغر الشاشة حتى أظهر كل الموضوع. نعم، الآن عندي شهر واحد وشهر اثنين وشهر ثلاث وشهر أربعة وشهر خمسة. عندي هنا شهر واحد النقدية أول الشهر، المقبوضات من العملاء، مقبوضات أخرى، مجموعة النقدية المقبوضة، وهنا مجموع المدفوعات، المصروفات والمدفوعات، مجموع المدفوعات النقدية آخر الشهر. طبعا شلون كنا نحسب الموازنة النقدية؟ كنا نقول النقدية أول الشهر زائد إجمالي المقبوضات ناقصا إجمالي المدفوعات تساوي النقدية آخر الشهر. الآن أحسب موازنة الشهر الأول، أجمع مجموع النقدية أول الشهر زائد إجمالي المقبوضات باستخدام دالة الصم، بعد ذلك أجمع إجمالي المدفوعات أيضا باستخدام دالة الصم. إذن هنا النقدية آخر الشهر تساوي النقدية أول الشهر زائد إجمالي المقبوضات ناقصا مجموع المدفوعات إجمالي المدفوعات. هذه الموازنة النقدية للشهر الأول. إذن موازنة النقدية للشهر الأول 500 ريال. الآن عندنا تلاحظون في الشهر الثاني الموازنة النقدية مجهولة أول الشهر. الآن في برنامج احنا نعرف ان موازنة اخر الشهر الماضي هي اول الشهر الحالي، يعني خلني اقول رصيد النقدية امس اخر الفترة امس يمثل رصيد النقدية اول اليوم، ايضا رصيد النقدية اخر الشهر الماضي يمثل رصيد النقدية اول شهر اليوم. وبالتالي نحسب رصيد النقدية يساوي عبارة عن بداية الشهر وطبعا من ثم أنسخ المعادلة.
تمام. الآن عندنا في الشهر مجموع المقبوضات. ذكر لي في المثال كما تلاحظون أن المقبوضات الأخرى تنمو بمعدل 50 ريال شهري. إذن أدخل المعادلة زائدا 50 ريال شهريا. إذن أسحب المعادلة لأن المقبوضات ذكر لي في السؤال تزيد بمقدار 50 ريال شهري. إذن الآن أجمع النقدية، أنسخ المعادلة الأولى السابقة، وأيضا ذكر لي في المثال أن المصاريف الإدارية تنمو بمعدل 5% شهريا. إذن تزيد بمقدار 5% شهريا تساوي، أفتح قوس، ضرب 5% زائد 20,000. إذن طبق المعادلة على برنامج إكسل. إذا حسبنا أيضا المصاريف الإدارية، هنا نحسب مجموع المدفوعات أيضا حسبناها في المعادلة السابقة، أيضا ننسخها على باقي المعادلات. هنا أيضا النقدية آخر الشهر أيضا نطبقها على آخر المعادلة. تلاحظون هنا تم حساب موازنة النقدية لجميع الأشهر، حسبنا موازنة النقدية لجميع الأشهر بهذه الطريقة. واضحة هذه كيفية حساب الموازنة النقدية. طبقنا المعادلة، النقدية أول الشهر زائد إجمالي المقبوضات ناقص إجمالي المدفوعات تساوي النقدية آخر الشهر. الآن نطبق موازنة الإنتاج. موازنة الإنتاج تلاحظون في هذا المثال عندي المبيعات المقدرة بالوحدات، مخزون آخر الشهر، مخزون أول الشهر مجهول، موازنة الإنتاج بالوحدات، مطلوب أيضا موازنة الإنتاج بالمبالغ أو بالريال. طبعا موازنة الإنتاج هي المبيعات زائد آخر الشهر ناقص أول الشهر تساوي موازنة الإنتاج. إذا لازم نحسب مخزون أول الشهر وآخر الشهر. أعطاني معادلة نسبة مخزون آخر الشهر من المبيعات تساوي 20% في الشهر التالي، 20% في الشهر التالي. إذن نسبة مخزون آخر الشهر من المبيعات في الشهر التالي 20%. يعني هنا نطبق المعادلة تساوي. الآن نضرب ضرب 20% ضرب 20% الآن نطبقها على باقي المعادلة. حسبنا مخزون آخر الشهر. الآن مخزون أول الشهر نحن نعرف أن آخر شهر واحد هي عبارة عن أول شهر اثنين. طيب الآن أول شهر واحد هي عبارة عن آخر شهر 12. آخر شهر 12 ماذا تساوي؟ تساوي اللي هي مبيعات شهر واحد مضروبة في 20%. إذن نطبقها على باقي الدفع. الآن نأتي نحسب موازنة الإنتاج
اللي هي عبارة عن المبيعات المقدرة زائدة آخر ناقص أول. انتر إذا حسبنا موازنة الإنتاج. الآن موازنة الإنتاج بالريال عبارة عن موازنة الإنتاج بالوحدات ضرب تكلفة الوحدة 7 دنانير أو نضربها بسبعة مباشرة 7 دنانير. الآن نطبقها على باقي الموازنات. إذن حسبت موازنة الإنتاج الريال بجميع الأشهر. هكذا حسبنا موازنة الإنتاج. إذن تلاحظون مزايا اللي خدم ليها برنامج إكسل في تسهيل احتساب الموازنات، موازنة الإنتاج والموازنة النقدية. أيضا هنا في هذا المثال عندي موازنة الإنتاج، أخذنا مثال عن موازنة الإنتاج، نأخذ المثال آخر على الكمية المثلى للطلب والتنبؤ بالمبيعات. أيضا أمثلة أخرى على ظهر عندنا الإكسل. الآن في عندي في هذا المثال منتج واحد منتج اثنين مجموعة من المنتجات، سعر بيع الوحدة، تكلفة الوحدة المتغيرة، التكاليف الثابتة للوحدة، الربح المستهدف، مطلوب نقطة تعادل للكمية ونقطة تعادل للمبالغ وكمية المبيعات اللازمة لتحقيق الربح المستهدف. طبعا هنا حتى يسهل علي الحل أضيف صف آخر على الربح الحدي، أسميه الربح الحدي لأني أحتاجها في المعادلة في حساب نقطة التعادل. الربح الحدي هو عبارة عن سعر بيع الوحدة ناقصا التكلفة المتغيرة للوحدة، وبالتالي هذا هو الربح الحدي. الآن يسهل علي احتساب نقطة التعادل، يسهل علي احتساب نقطة التعادل. نقطة التعادل عبارة عن التكاليف الثابتة على الربح الحدي للوحدة. إذن حسبت الآن قمت بحساب نقطة التعادل بالكميات. الآن إذا أردنا أن نحسب نقطة التعادل بالمبالغ نضربها بسعر بيع الوحدة الواحدة، نضرب الكمية ضرب سعر البيع الوحدة، وهي المعادلات اللي طبقناها قبل قليل وننسخها على باقي المعادلات. الآن كمية المبيعات اللازمة لتحقيق ربح المستهدف قلنا هي عبارة عن التكلفة الثابتة زائد الربح المستهدف على الربح الحدي. إذا تساوي أفتح قوس التكاليف الثابتة زائد الربح المستهدف تكل القوس تقسيم الربح الحدي للوحدة. إذا هنا انسخها. لاحظوا اكسل يساعدني بسرعة في سهولة نسخ المعادلة وتطبيقها على جميع المنتجات. الآن قيمة المبيعات اضرب كمية المبيعات ضرب
سعر بيع الوحدة فلتر وأطبقها على باقي المنتجات. إذن قمت بحساب كمية المبيعات اللازمة لتحقيق الربح المستهدف. تلاحظون هذه اللي كنا في المحاسبة الإدارية نأخذ وقت ونحن نحل على الصبورة والورقة والقلم كيف الآن بسهولة باستخدام برنامج إكسل سهل علي في احتساب رفقة التعادل وكمية المبيعات اللازمة لتحقيق الربح المستهدف. كذلك الكمية المثلى للطلب أيضا نحقق المعادلة طبق المعادلة ونستخدم دالة SQRT لحساب الكمية المثلى للطلب. أيضا بالنسبة للتنبؤ بالمبيعات أيضا نقوم باستخدام الدوال المتعلقة بالتنبؤ بالمبيعات. فمثلا على سبيل المثال هذا المثال اللي أمامكم عندي مجموعة من المندوبين وعدد سنوات الخبرة في كل مندوب إجمالي مبيعات المندوب في عام 2015. الآن إجاني مندوب جديد اسمه فيصل عنده سنوات خبرة 16 ما هو مبيعاته المتوقعة؟ إذا هنا عندي تنبؤ بقيمة واحدة إذا أستخدم دالة ما هي الدالة المستخدمة تنبؤ بقيمة واحدة هي دالة الفوركاست. نعم دالة الفوركاست. إذا أستخدم هنا دالة الفوركاست أذهب إلى الدوال و دالة الفوركاست. نعم هذه الدالة دالة إكس وهي سنوات خبرة 16 ناون واي اس وهي مبيعات المقابلة لإكس نضعها نحددها كلها. نعم والناون اكس اس وهي سنوات الخبرة ايضا اقوم بتحديدها كاملة. تمام اذا اوكي اذا اتوقع ان مبيعات المندوب حتكون 27,092 وتلاحظون ان 16 سنة خبرة انا تقع بين ال 14 وال 18 يعني بين ابراهيم وكمال تقع هنا خبرة هذا المندوب فيصل. إذا حتكون مبيعاته تأتي بين المندوبين أيضا بين 25,600 وأيضا بين 32 فعلا أجت 27 أتت بين المبيعات المندوبين. إذا فالقيمة صحيحة التنبؤ بها. هذا يعني بالنسبة لاستخدامات برنامج مايكروسوفت إكسل في المحاسبة الإدارية. في أي سؤال على محاضرتنا لهذا اليوم؟ هناك أسئلة على محاضرتنا لهذا اليوم؟ إذن إلى هنا أعزائي الطلبة ينتهي اللقاء بكم لهذا اليوم إلى أن ألتقيكم في المحاضرة القادمة بمشيئة الله. بمشيئة الله لكم مني أطيب التمنيات. المحاضرات في هنا تعليق محاضرة جاية ليت يكون فيها شرح زي اليوم. أنا كنت في البداية بس لأنه أنا يعني إحنا في الاختبارات ما في عندنا شرح زي هذا تطبيق عملي. بالتالي يعني فقط أنا للتوضيح يعني حتى ما يعني ضيع ولا كنا نتمنى ان اصلا المقرر يدرس في المعمد وبالتالي يكون كل تطبيق عملي مباشره على المعلومه.
إلى أن ألتقيكم في المحاضرة القادمة بمشيئة الله. لكم مني أطيب التمنيات بالتوفيق والنجاح، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.